أمين تكلمنا على المشاركة ديالك ستارز إن دو بليس بوغ لا تخوازيام. أنا فرحان بزاف التواجد اليوم أنا في مراكش، وكل مرة كيكون عندي شي حفلة كنكون فرحان، لأن كعرف أن الجمهور كيتوحشني وكيتسنالي، فشرف لي أنني نكون مع جيمس، مع داجو لارتيست الحر، يعني ريتسوبا دي غونز، زعما دي غونز ارتيست مغاربة اللي معنا اليوم، وفرحان بالتواجد معهم، وخصوصا ان يعني ليفينمون تحت الرعايه الساميه صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، فحنا فرحانين بالتواجد هنا للاحتفال براس السنه مع البيبليك في مراكش. شنو المفاجات المحضر للجمهور؟ يعني كيف ديما مينيك سوغ لا سين، يعني كيكون واحد اخر، يعني لينيرجي، كنتمنى ان شاء الله نعطيك الطاقه اللي كاينه نوجوها ونحيدوا شويه البرد اللي كاين في مراكش ونسخنوا لا سين ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ان ربي يوفقنا في هادشي. شوف محمد رمضان، انت متبعو في انستغرام تكومونتي لي بيناتكم واحد الصداقه، واش نقدروا نشوفوا شي بروجي قريب ان شاء الله؟ وي كاين عمل كيتوجد دابا ان شاء الله، من بعد الالبوم ديالي اللي غادي يخرج في الاخر ديال جونفي، اول تيتخ منه من جونفي حتى لمارس، يعني نلوح الالبوم. دونك من بعد الالبوم ان شاء الله كاين البونيس ديال الالبوم هو فيتشرينغ مع محمد رمضان، ودي فيتشرينغ اخرين عاوتاني كبار خليهم مفاجاه. الالبوم ديالك شحال غتكون فيه من اغنيه؟ 10 الاغاني. تقدر تقول بانه الالبوم بحال شي كاميليون، يعني سميتو 2020، البوم سميتو 2020 يعني 2020، والاغاني اللي فيه كي كل اغنيه ما كتشبهش الاخرى، يعني فيه حاولنا حنا نبينوا ان امينوكس هو واحد الارتيست مختلف اللي يقدر يغني الراب، يقدر يغني ار ان بي، البوب، الفانك، يعني الراي. دونك كل اغنيه غادي تسمعي فيها امينوكس بشكل. كنعرف امينوكس 2019 كيفاش دازت عنده؟ زوينه، احسن حاجه وقعت لك؟ دازت زوينه ترونكيل. احسن حاجه وقعت لي هي الفوز باحسن ارتست في شمال افريقيا واحسن كوريغرافي في افريقيا كامله، وصراحه 2019 كانت سنه ديال كيف نقولوا الرزانه والتركيز على المشوار الفني اكثر من حاجه اخرى.